نيابة عن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حضر سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الحفل الختامي للموسم الكروي 2022-2023 الذي أقيم مساء اليوم على استاد مدينة خليفة الرياضية. توج سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة فريق الخالدية بلقب دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 بعدما تعادل مع البحرين 1-1 في المباراة الأخيرة مع المسابقة ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب العام، حيث سلم سموه نادي الخالدية درع الدوري ومكافأة مالية بقيمة 75,000 دينار بحريني. بهذه المناسبة هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نادي الخالدية برئاسة السيد محمود جناحي بفوزه بلقب دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخ النادي، وهو ما يعكس العمل الجاد والجهود المتميزة التي بذلها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في إعداد الفريق وتجهيزه بالصورة الجيدة. أشاد سموه بالأداء القوي الذي أظهره اللاعبون على امتداد المسابقة ليكسبوا اللقب بكل جدارة واقتدار، منوها سموه بالمنافسة القوية التي شهدها الدوري حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، وهو ما يعكس تطور المستوى الفني المتصاعد للأندية الوطنية والكرة البحرينية بشكل عام لتشهد المسابقة الكثير من الإثارة والندية. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن نادي الخالدية قدم مستويات قوية منذ تأسيس النادي قبل فترة قصيرة، وبرز بصورة لافتة على الساحة المحلية ليكسب ثاني بطولة في تاريخه بعدما خطف لقب كأس جلالة الملك المعظم في موسم 2021-2022، الأمر الذي يبرهن على حجم العمل الكبير لمجلس الإدارة وعطاءات اللاعبين والجهازين الفني والإداري، متمنيا للنادي المزيد من التقدم والنجاح. أشاد سموه بالدور البارز للاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة سعادة الشيخ علي بن خليفة الخليفة في إخراج الموسم الكروي بالمظهر اللائق والمشرف، متمنيا سموه للاتحاد دوام التوفيق والنجاح.